زيتونتي يا نبضة الواد الوفي. أهو فن من صنع فرد؟ يا مي جنويا يا يا مي جنويا يا 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 يا. أو من صنع جماعة من الناس اشتركوا فيه في جيل واحد أو أجيال متعاقبة؟ يا ظريف الطول وكيف تاكلك رايح على. لربما كان من صنع عالم معروف في العصور القديمة. كيف يمكن لأدب شعبي أن يحافظ على جذوره لقرون؟ حاضرة الزجل على الجزيرة الوثائقية.